بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. سوف نرى اليوم كيف يمكنك تغيير الصفحة الرئيسية لجوجل ووضع تيم خاص بك، مثلي أنا الآن مثلا وضع خلفية معينة، يمكنك حتى وضع صورتك وصورة أي شخص تحبه. هنا تغيير في الأعلى لون الشريط وأيضا في الأسفل، ويعني مثلي أنا تغيير بشكل كامل للجوجل كروم. كيف يمكنك عمل ذلك؟ في البداية أنا وقبل كل شيء سوف أقوم يعني بحذف هذا التيم لكي أبدأ معكم يعني من الزيرو. أنا استرجعت الشكل العادي للجوجل كروم. في البداية وقبل كل شيء سأضع لكم رابط أسفل في الديسكريبشن، قم بالنقر عليه. سيأخذك مباشرة إلى صفحة تثبيت الإضافة، تقوم بالنقر عليها. إضافة شغالة على جوجل كروم، والمتصفحات الأخرى المبنية عليه تعطي على أد تو كروم أو أدد أو إضافة هنا مباشرة. بعد ضغطك عليها ستنبثق لك هذه الخانة هنا. لا تنقر في أي مكان فارغ، فقط تنتظر أن يتحول هذا إلى اللون الأخضر كي لا تفقد هذه الصفحة. إذا انقرت في أي مكان آخر راح غادي تفقدها، وإذا فقدتها تروح يعني إما أن تحذفها أو سأحط لك رابط مباشر يعني للتعديل. أوكي، الآن سنفترض أنك أنت ستنتظر إلى أن تتحول إلى اللون الأخضر. لا تلمس، الآن تحولت. الآن تأتي إلى هذا الخيار لأنها تظهر فقط هذه الخانة عند يعني تثبيت الإضافة. تقوم بالنقر عليها هكذا. بعد ذلك ستأتي إلى هنا ستار ماجيكان تايم، هذا الخيار أو الشروع يعني في التيم الخاص بك. يمكنك أخذ صورة عن طريق الويب كام أو عن طريق الأبلود من تحميل صورة من الجهاز الخاص بك. أنا سأختار هذا الجهاز من الجهاز يعني. بعد ذلك تختار المسارات من هنا، مثل أنا وضع سطح المكتب. بعد ذلك سأتي إلى صورة القاهرة كايرو، تقوم بالنقر عليها. الآن يظهر لك عديد من الأمور. أول نقطة تقوم بفتح هذا هكذا إذا أردت أن يظهر يعني هذا، إذا أردت عند يعني عند تشغيل الإضافة أن يظهر هذه المواقع المفضلة لديك. إذا ما أردت فقط يعني صورة الكايرو تقوم بالنقر هكذا. أنا على سبيل المثال سأتركه، أنت أن أردت إخفائهم يمكنك إخفائهم بهذا الشكل هنا. بعد ذلك ستضغط على هذا الخيار أجوتي. الآن إن أردت أن تضعه فول سكرين وهذا المفضل. الآن إن أردت أن تضعه لايف هكذا أو رايت، ولكن كما نلاحظ هناك مازال بعد الفراغات، لذلك ستضغط على هذا الخيار. الآن هكذا كما نرى أصبح على كبر يعني الصفحة. الآن إن أردت أن ترفعها قليلا أو هكذا يعني تختار كما نرى الآن الصورة، تستطيع أن ترفعها هكذا وهكذا. أنا سأختار التوب هكذا يعني أفضل، أنا أشوف أنت أختار يعني الأفضل لديك. هنا أنا أردت أن تعمل أي شيء يعني ليست لك أي علاقة بها هذه الأمور. هنا الكاستم أيضا لا، أوكي فقط أتي إلى هنا وأعطي على التوب وخلص. أول شيء وقبل كل شيء يمكنك وضع التأثيرات على هذه الصورة، لأن نفترض أنك اخترتها واخترت المقاسات. بعد ذلك تعطي على أمج إفكت، يمكنك أن تضعها مثلا هكذا يعني تأثيرات للصورة، تأثيرات زاهية يمكنك عمل ذلك. أوكي. أنا على سبيل المثال بصراحة حسيت أن هذا التأثير يعني أفضل. تمام، يمكنك تعيين يعني هذا النمط فقط بالضغط هنا على دن أو حفظ. الآن حفظت هذا النمط، أنا شخصيا أرى أنه أفضل. أوكي، هذا لا تختاره لأنه اختيار صورة جديدة وخلص يعني ما تأتيش في اتجاهه. الآن مازال عندنا هذا الخيار يعني، وهو خيار كيف يمكننا تعديل هنا الألوان التولبار الذي في الأعلى والنوافذ المفتوحة. سنعطي على كونتينيو الصفحة الثالثة. عند انتقالك الصفحة الثالثة ستظهر لك هنا علامة الفرشاة والفرشاة هنا لاختيار. مثلا أنا سأختار لون الشريط هذا الذي في الأعلى، سأختار له لون على سبيل المثال، سأختار اللون الأسود هكذا. تمام، الآن سأختار هنا الصفحة يعني التي لا أكون متواجد بها، مثل أنا هنا فاتح العديد من الصفحات متواجد فقط في الصفحة هذه، أما الصفحات أخرى التي مش متواجد فيها ماذا تريدها أن تظهر؟ تختار هكذا. الآن يمكنك تغيير الألوان من هنا هكذا، يمكنك اختيار أي لون.
أنا على سبيل المثال سأختار مثلا سأختار هذا اللون، هذا اللون، سأختار هذا اللون. الصفحة التي أنت تكون متواجد فيها مثلي أنا الآن متواجد هنا، ماذا تريد أن تظهر؟ دائما تأتي إلى الفرشاة، كنت اختيار كما قلنا هكذا الألوان والعودة من هنا. تمام، سوف نختار هكذا هذا اللون. على سبيل المثال أنا اخترت هكذا، هذا هو اللون الذي أريده. أوكي، الآن ستأتي إلى Get Continue to Step 3 هنا بهذه الكيفية. يمكنك اسماء، يعني الاسم تعطيها أي اسم، مثلا سأعطي أنا اسمي هكذا لحفظه، يعني Make to my team. خلاص الآن يتم الحفظ. الآن يقول لك هل تريد أنستال ماي تيم أو يمكنك مشاركته مع الأصدقاء. أنا سأعطيه على الأنستال. أنا مباشرة سيظهر لك هذا الخيار، هل تريد بالتأكيد عمل تيم؟ كونتينيو أو ديسكار، تعطي على كونتينيو. إذا ضغطت هنا سيلغى كل شيء، تعطي هنا على كونتينيو. الآن تنتظر بعض شيء، طبعا نحتاج إلى تحميل وتثبيت على المتصفح لأنه تيم. هنا تعطي على الأد تو تيم، يعني قم فعلا. هنا أريد تنبيه، إذا ظهرت لك هذا الخيار إذا ضغطت هنا سيلغى التيم. دائما تأتي إلى الإكس إذا كانت هنا، أو إذا كان بالعربي ستجده في الجهة المقابلة، تعطي على هكذا. الآن خلاص أصبح لديك تيم مثبت. تيم يعني هذا هو شكل الصفحة الرئيسية. أنا أردت إزالة هذا كله كما قلنا، يمكنك عمل ذلك يعني في البداية. إذا أردت الآن أوكي عملت التيم ولكن ما عجبنيش أريد إزالته، فقط تأتي إلى هنا تعطي على Setting الإكستنشن الإضافات، البحث عن اسم الإضافة وحذفه، يعني ما فيش في أي إشكال. تبحث عن الإضافة، هذا هو اسمها، فقط تضغط على صندوق الزبالة هنا سيتم الحذف، ولكن سيبقى التيم. لكي تحذف التيم تأتي إلى Setting أو الإعدادات في الجهة المقابلة، مجرد أنك تأتي إلى هنا Restore to Default Time أو إعادة التيم الافتراضي، عموما هذا الخيار تقوم فقط بالنقر عليه وسيعاد يعني لديك الشكل العادي لجوجل. هذا هو الموضوع. أي شخص يحتاج مساعدة يكلمني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الاشتراك في القناة أسفل الفيديو والضغط على لايك ومشاركة.